السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير ما أسأل عن التابع، ما هي التابع؟ التابع الجني يتبع الإنسان لأسباب يختلف من شخص لآخر. ما هي الأسباب؟ العين، المس، السحر، وقد يكون المس عاشق. سبب أسباب غير معروفة نتيجة تعطيل حياة الإنسان، تعطيل زواج، تعطيل وظيفة، تعطيل عمل، تعطيل دراسة. ما هي الأعراض اللي تظهر على الإنسان؟ يرى منامات مفزعة، يرى عقارب، حيايا، أفاعي، يرى أشكال من مختلفة، ناس طويل، ناس قصير، يعني يرى أمور مرعبة في المنام. السبب بعد عن الاستقامة، بعد عن الأذكار، بعد عن الصلوات. ماذا يفعل الإنسان؟ يحافظ على الرقية الشرعية ويحافظ على طريقة العلاج. نحن نذكر إن شاء الله رقية شاملة لهذا الأمر، لكن جملة يجب على الإنسان أنه ما ينقطع عن سماع سورة البقرة كل يوم، ليس فقط قراءتها بل قراءتها على الماء أيضا وشرب من هذا الماء، وتزيد جسم الإنسان، تزيد جسمه بزيت الزيتون، يقرأ عليه الرقية الشرعية ويقرأ عليه آيات السحر وآيات المس أيضا، ويمسح به الجسم. وكذلك قراءة الرقية الشرعية وآيات السحر على ماء وشرب من هذا الماء، وكذلك قراءة آيات السحر وآيات الرقية الشرعية وسورة الجن أيضا في كلا الحالتين على دلو كبير من الماء للاغتسال من هذا الماء. إذن تتبع أو طريقة علاج التابعة محافظة على قراءة سورة البقرة وقراءة سورة وقراءة الرقية الشرعية وآيات السحر في على الماء والشرب من هذا الماء. العلامات أيضا من ستة أذكرها، من العلامات الذي يحصل للإنسان عندما تكون معه التابعة، يحس أن هناك ناس يطاردون، يعني ناس يمشون خلفه، وأحيانا يسمع ناس ينادونه، وعندما يلتفت لا يجد أحد، يظن أن أحد من أهل بيته، أبوه أمه أو أخوه ينادي، فإذا يلتفت لا يوجد أحد، وعندما يسألهم يقول نحن ما لم نكن من الشخص الذي ناديناك، سواء كان رجل أو امرأة. إذن هذه علامات ودلالات تدل على وجود تابعة في الإنسان، أردت أن أبينه، يجب الحيطة والحذر من ذلك. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.